نشوفوا ان شاء الله الخوت هاد الحواله ديال الخنيفره. مشيتي ليه؟ شحال اخويا هاد الخير؟ 58 الف ريال جمله. هانتوما الخوت الحواله 58 الف ريال. الله يحفظك. هانتوما الخوت الحولية 58 الف ريال ديال خنيفرة هاد الحوالة. هانتوما الخوت الحوالة ديال خنيفرة 58 الف ريال. السوق اليوم 58 59. هانتوما الخوت 59 الف ريال لواحد 58 جملة. حولي 58 الف ريال جملة الواحد 59 الف ريال والجار الحولي اللي عجبك. هانتوما الاخوان هانتوما الخوت الحوالة ديال خنيفرة اللي عزز على هذا اللون الاحمر. تاش بالفيديوهات اللي سبقوكس كنصور لكم على الحولي البيض على السردي السردي السردي. طلبونا الناس قالك شد لينا الحولي الحمر ديال خنيفرة، وحنا ان شاء الله لبينا الطلب وجينا كنصوروا لكم الحوالة ديال خنيفرة الوجه الحمر. تبارك الله خير موجود. تبارك الله. هانتوما الحوالة غندوزو لهم من الجهة الأخرى عاوتاني باش نعطيهم حقهم في الفيديو. وتشوفوا تانتوما المشاهدين شوفوا الحوالة كاملين اللي كاينين. هانتوما خوتي هانتوما خوت والله يسخر الله يجيب تيسير. ونشوفوا ان شاء الله هاد الحواله المرضي. هاد الحواله شحال سامعين فيهم؟ ها شحال سامعين فهاد الخير؟ هادي دينا ب 33 المرضي. 33 الف ريال. هادو دابا طال فيهم 33 الف ريال. هانتوما ديناهم بيع عاد شريتهم عاد دابا. اه شحال البيع ديالهم الواحد؟ البيع تنقولوا 35. 35 الواحد. هانتوما الخوت الحوالة 35 الف ريال الواحد. هانتوما الخوت سوق الخميس السهول ديال سلا 35 الف ريال الحولي. هانتوما الخوت الحوالة واللي بغا شي حاجة النمرة نخليها لكم ديال السيد، هو يخلي لنا النمرة ديالو واللي عجباتو شي حولي يجي يعزل مع راسو اللي بغا. 35 الف ريال. هانتوما الخوت المهم دابا هادو ديال 30 35 ياك كنا عاد ندوزو للغليظة عاوتاني. نمرة التليفون شحال؟ 07 67 02 90 58. هانتوما الخوت ها النمرة اللي عجبو شي حولي يتصل به يجي الخميس ديال السهول في سلا. هاد الغنمة هادي كاينة اي سلا ياك سلا الخميس ديال السهول. هانتوما الخوت راه حدا الخميس كاينة هاد الغنمة هادي. الا عرفت الكوري الكوري فين كاينة الغنم. عبد الله واللي عجباتو شي حاجة يجي عندو راه الثمن يصاوب مع الناس حتى هو مع الدراوش صافي. قالك اجي شوف الحولي اللي عجبك رشمو خلصو سيرت النهار العيد واجي ديه. هانتوما 35 الف ريال هاد الحواله هادو 35 الف ريال كيقول فيهم الواحد ماشي بالجمله. دابا كنهضر معاكم لان الاخر اللي شنا قبيله عطيتكم الثمن ديال الجمله والواحد كيزيد على واحد 200 درهم ولا 300 درهم فاش كتفرد الحولي. اما دابا هذا 35 كيقول الواحد. غنشوفوا دابا ان شاء الله الحولي الغليظ ياك. وبالنسبه للحولي الغليظ الخوت راه عنده في الكوري ما عندوش هنا.
ديك السيت ديال العمليه ديال البيضاء بالنسبه للحول الغليظ كلشي كاين عنده. بالنسبه لجيتي للكوري ان شاء الله راه يتصاوب معكم والله يسخر والله جبتي سيره المرضي الله يسهل عليك امين. دابا ان شاء الله نشدو هاد الحواله فهمتوا اخوات سمعنا عمي شحال كتقول في هادشي 52 الف ريال ماشي الجمله الواحد دابا الواحد جمله 52 52 جمله والواحد واحد كنقولوا كثر ها كنقولوا كثر كثر 56 تكون 56 فهمتوا اخوات دابا هادو 56 الف ريال الواحد 52 جمله فهمتوا اخوات الحواله ألفين وستمية درهم جملة هانتوما خوت تبارك الله الحولي ألفين وستمية درهم جملة ألفين وستمية درهم جملة والواحد ألفين وثمانمية ألفين وثمانمية درهم الحولي واحد لا بغيتي الواحد 2800 زايده 200 درهم زايده 200 درهم الا بغيتي الواحد جمله 52 الف ريال الواحد 56 الف ريال دابا دي الحولي ديالك والحواله تبارك الله هانتوما كتشوفوا الظهر ناضي تبارك الله الحواله عالفين ماشي داك الحواله اللي خاوين هانتوما الخوت اليوم السوق السوق الشاري قليل والحولي تبارك الله موجود والثمن زوين ها انتم الخوت هذا سوق خميس سهول ديسنا ها انتم الخوت نصوروا لكم تهادو سوق الخميس سهول ديسنا الحولي اليوم الثمن مزيان ها انتم الخوت هانتوما الخوت الحولي 56 كيقول فيه 2800 درهم 2800 درهم قال فيهم الواحد واختار اللي بغيتي جمله 52 هانتوما خوتي الحولي موجود والله يسخر الجميع الله يجيب التيسير والله يجيب التيسير عمي الله يسهل شحال الخير المرضي شحال 84 ها 84 تبارك الله هانتوما الخوت حولي 84 حولي 84 الف ريال حوالي 84 ألف ريال تبارك الله وهذا المريضي 60 ألف 60 دوز دوز أخويا دوز با العربي شحال هاد الخير هذا 65 بلاتي كتشهدوا خرفان
65000 ريال. شوف حالنا 3250 درهم. يلا زكريا غير هذاك صح كما كتسمعوا الخوت. خمسة وستين ألف ريال حولي. خمسة وستين ألف ريال هاد الحوالة هادو تبارك الله. با العربي تمن الواحد ياك 65 الواحد هانتوما الخوت 65 الف ريال الواحد. اختار اللي بغيتي اللي عجبك 65 الف ريال.